المشايخ والقضاء يتم تحديد موقعهم، لانه لازم يتم حاليا اتخاذ موقف اذا كان فعلا الناس اتعدمت ولا لا، واذا ما اتعدمتش لازم يكون في موقف صريح. هم عمال غلابه وعمال بسيط بسطاء جدا، وارجوكم انه الدوله لازم يكون فيها موقف، ما تحسش انه ما فيش حاجه ما اتغيرتش. احنا دلوقتي قاعدين هنا وبعد كده هنروح في القدريه، هنقعد الاسر كلها تقعد في القدريه، مش هنتحرك، هنفضل عاملين وقفه صلاه لحد ما نشوف رد لل لأنه لك نتصل.